الله 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 هالدلع طول عمرك بتعرفي تختاري تقعدي فين وتاكلي ايه. شكري. رغم انك ما عزمتنيش انا هطلع اكرم مني وهعزمك انتي وسوها حبيبه قلبي. انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني يا ستي هو اللي جابك وجاب كل الناس اللي هنا. جاي هدي اعصابي واستجم. مش انت جاي عشان كده برضو ولا جاي عشان حاجات تانية؟ ازيك يا سهى؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ بتاكلي ايه؟ ماما انا عايزه اروح التواليت. طب روحي ما تخافيش ما حدش هيقدر يعمل لك اي حاجه. روحي واول ما ترجعي هنمشي على طول. يلا ماشي. عرفتي تكرهي بنتي فيا؟ انت ليك عين تتكلم؟ انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ ما عندكش دم ولا ضمير ولا اخلاق؟ ليك عين تقول بتكرهي بنتي فيا بعد كل اللي عملته فيا وفيها؟ اي راجل مكاني كان هيعمل اللي انا عملته اكتر منه مليون مره. مش ممكن اكون نايم في السرير ومراتي جنبي بتفكر في راجل تاني عقلها وقلبها معاه؟ كان لازم اتجنن. انا مش هسمح لك انك تتكلم الكلام الرخيص ده. تبريراتك بايخه وسخيفه. ابعد عني وعن حياة بنتي بقى. يا ريت كنت اقدر، يا ريت كان بايدي، لكن اعمل ايه؟ انا اب، اب والله. حد يبعد عن بنته ضناه برضه؟ بلاش تلعب معايا العيبك القذره دي يا شكري، فاهم؟ انا برضه اللي بلعب العيب قذره؟ ولا ابوكي عامر الديب ملك الالعيب اللي بعتكم عن القاهره انت والبنت عشان يعرف يستفرد بيا ويساومني؟ انت عرفت منين ان احنا هنا؟ شكري الباشا يقدر يعرف اي حاجه عنك، لان عيوني حواليكي كتير قوي. أو يا نورهان. يا أخي أنت إيه؟ مفيش عندك دم؟ مفيش عندك ضمير؟ بنتك ما بتصعبش عليك لما بتشوفها مرعوبة إزاي أول ما بتشوفك؟ حرام عليك. اعمل الصح مرة واحدة بس في حياتك وسيبنا في حالنا. حاضر يا نورهان. حاضر. من غير ما تتحمقي كده وتزعلي نفسك أنا هعمل الصح. هسيبك انتي والبنت تعيشوا في حالكم في سلام وهدوء، بس ده طبعا زي اي حاجة في الدنيا له تمن. كام؟ انا عايز تعويض عن شركتي اللي اتخربت واتقفلت، وتعويض كمان عن سنين الغربة اللي انا قعدتها بعيد عنك وعن بنتي. مش هاخدهم منه كاش، هكرمه. خدهم منه عبارة عن أسهم في المجموعة. بالبساطة دي؟ وكده هعتبرها بداية جديدة. نقعد بقى نتفاوض بعديها عشان أشوف بقية حقوقي هاخدها إزاي. ده أنت بجح بجاحة صحيحة. فعلاً اللي اختشوا ماتوا. أنا لا بختشي ولا ناوي أموت يا نورهان. لكن أوعدك لو طلباتي اتنفذت أنا هبعد عنك خالص وهختفي من حياتك. ولو عايزة أي إجراء قانوني يضمن لك إن البنت تفضل معاكي أنا ما عنديش مانع. عشان ما تقوليش عليا بعد كده اني عديم الرحمه والاحساس. بنتي مش هتسيبني، هتفضل في حضني ومش هتقدر تاخدها مني يا شكري برضاك او غصب عنك. غصب عني دي تنسيها خالص يا شاطره. وديكي شفتي اهو، لما بعوز اوصلك بوصلك انت وهي في اي وقت وفي اي مكان. لكن برضايا ممكن، كل شيء ممكن. اظن طلباتي واضحه، اقنعي ابوكي بيها.
فكر يا نور في مصلحتك ومصلحة بنتك ومصلحة أبوكي كمان، وإلا بلاش. وإلا أنا برضو ما يهونش عليا إن أنا هدد طليقتي حبيبتي أم بنتي، وساعة الجد هيبقى عليا وعلى أعدائي، هدمر حياتك أنتي وأبوكي وجوزك وبنتك، وساعتها بقى ما تلوميش إلا نفسك. وبيلوم يا أبوكي المتعجرف المتعالي، فاهمة؟ أنت عارف كويس قوي إن أنا ممكن أعمل لك فضيحة وأصوت وألم عليك الناس وأطلب البوليس وأقول إن أنت جاي تعتدي عليا وعلى بنتي. وهو ده عايز الطلب. أنا أصلي أموت في الفضايح قوي، ونعمل بقى محضر في شرطة السياحة، وأكيد طارق بيعرف وهم ظباط وأصحابه، وأكيد هيسيحوا. مين عارف، يمكن يشك إن إحنا كنا جايين هنا نتقابل من ورا ظهره عشان نرجع الذي مضى، ولا فكرك إنه هيكبر دماغه عشان ما يخسرش العيشة الحلوة اللي هو عايشها؟ ما هو عايش في خيرك وخير عامر بيت ديب وعمال يغرف. أنا بيتهيألي برضه إنه هيكبر دماغه، حتى لو كان ده على حساب كرامته وشرفه. اخرس الباشا اللي انت بتجيب في سيرته ده، كان أول بنتك وقت ما انت تخليت عن مسؤوليتك، كان أول بنتك وبيحاول ينسيها كل اللي شافته منك. انت ايه يا اخي، ما عندكش دم، ما عندكش ضمير؟ على فكرة انت هتعيش قذر وتموت قذر. ابعد عننا بقى وريحنا، حرام عليك. لا مش فاهم طبعا، اقربش منك ماشي، لكن ما اقربش من بنتي؟ دي بنتي، ازاي انت تقولي الكلام ده يا نوران؟ اسمعي ما اقولك، انت هتلاقيني في كل حته قدامك كده لغايه لما تنفذي طلباتي انت وابوكي، فاهمه يا بنت ال ايه؟ بنت الديب. الديب اوه. تعالي حبيبتي تعالي. استني المفاتيح. اللي جابه هنا ده يمو، ما تخافيش، ما حدش هيقدر يلمسك طول ما انا موجوده. انا خايفه قوي يا يمو، انا مش عايزه اقعد هنا، انا عايزه ارجع بيتنا. انت بتترعشي كده ليه؟ يعني ايه ترجعي البيت؟ انا عايزه ارجع بيتنا بقى يا مامي. يعني انا سايب كل ده من مصر لحد هنا عشان اجي الاقيكم بتقولوا عايزين نرجع بيتنا؟ ماما ضايق وحاسسني قوي يا ماما. وانت كمان يا حبيبتي. ايه يا نورهان، مش فرحانة انك شفتيني ولا طارق؟ مفاتيحك يا نورهان يا حبيبتي. ده انت يا راجل بتيجي في اوقات غريبة قوي، مش كنت تقول كنا استنيناك انا ونونو على قصدي انا ونورهان على العشاء؟ دم ها؟ انت انا مش هسيبك، انا عايز شرطه السياحه، انا مش هعمل له، انا هادي، انا مش هعمل حاجه عشان بنتي، انا هلم الموضوع عشان بنتي، بس هجيب شرطه السياحه يا طارق. ها هفرجك. ماشي ماشي. بتقول ايه؟ طارق ضرب شكري؟ هو فين دلوقتي؟ شكري مناخيره اتكسرت وفي المستشفى، وطارق حجزيله في الاسم بياخده اخواله، وانا هنا لوحدي يا بابا مش عارفه اعمل ايه. ما تعمليش اي حاجه، انت بكره الصبح تاخدي سوا وتيجي على هنا على طول. انت بتقول ايه يا بابا؟ اسيب طارق؟ طب ازاي؟ طارق مش عيل صغير، هيعرف يتصرف. ما تنسيش يا هانم ان طارق ظابط والظباط بيجاملوا بعض، انما سيزفت شكر ده انا ليا تصريف تاني معاه. انا ما يفرقش معايا اي حاجه، انا كل اللي يفرق معايا طارق جوزي، انه بعد ما سمع الكلام القذر ده من شكري انه ممكن يظن فيا ظن سيء. انا مش عارفه اعمل ايه. طارق يبقى مجنون، 60 مجنون لو صدق اي كلمه بالقالها شكري. انا اللي غلطت. ايوه غلطت،
إني خبيت على البني آدم اللي حبيته واحترم بنتي وحسسها بالأبوة وهي مش بنته. كان لازم أحكي له وأقول له إن شكري رجع، أنا أستاهل أي حاجة أعملها فيا طارق. يا دي طارق اللي صدعت في مغنى بيه. نخلص الأول من موضوع شكري، بعدين نبقى نتصرف مع طارق وعمل حسابك. انت هتيجي تقعدي معايا انت وسعد، مفهوم؟ فاهمة يا نورهان؟ حاضر يا بابا. يا معتز، ايه طارق؟ يا فندم عمال اطلبه على البيت مش عارفين هو فين، بطلبه على الموبايل ما بيردش، مع ان دي مش عادته، قال ان موبايله هيفضل مفتوح 24 ساعه عشان يتابع معانا الموقف اول باول. يتابع ايه؟ هو فاضي بعد الجنان اللي هو عمله؟ يا فندم سيادتك عارف ان طارق اعقل من كده بكتير. بلا اعقل بلا نيله، تدور عليه تجيبه من تحت الارض، لما يجي ليه معاك كلام تاني. تمام عليك يا فندم. ايه الحكايه بقى بالظبط يا معتز؟ بيفهمني. طارق بعد ما سابنا سافر على الغردقه، وهناك قابل شكري طليق مراته، ده شدوا مع بعض شويه، اتخانقوا، طارق ضربه وكسر له مناخيره. كسر له مناخيره؟ ايوه، ونقلوه على المستشفى. الراجل هناك في المستشفى عمل محضر وبعت شكوى في الوزاره، والوزاره بعتت الشكوى هنا على المديريه عشان يحققوا فيها. مش ممكن. لا 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 لا, لا, لا. اكيد في حاجه غلط. انا عارف طارق بايه يا باشا، ممكن يكون محضر كايدي. عموما طارق هيجي وهنعرف ايه اللي حصل بالظبط. انا مقدر الموقف، وحاولت بحكم الزماله اللي بينا اقنع شكر الباشا ده انه يعمل محضر صلح، لكن للاسف ركب دماغه ورفض وصمم يعمل محضر باللي حصل وباعتداك عليه، وده حقه، خصوصا ان علاجه هياخد اكتر من 21 يوم وحضرتك عارف القانون. عشان كده اتمنى لما تنزل مصر ايه اللي انت بتقوله ده؟ امتى حصل الكلام ده يا مختار؟ النهارده يا باشا، اول ما وصلت المكتب لقيت انذارات الشيكات، رحت متصل بسعادتك طوال. عملتها تاني يا عامر؟ يا باشا بس افهمني، احنا لازم نتصرف بسرعه ونتحرك ونشوف حل قبل ما الدنيا تضطرب على دماغنا وكل اللي عملناه يتهد. مختار بلاش توتر، ما توترنيش معاك. اسمع، انا راجع في طياره بكره الصبح، عايزك تتصل ببرهان الحاوي المحامي واتصل براني، انا هبعت لك دلوقتي ارقام موبايلاتهم في رساله. برهان الحاوي المحامي الكبير والناشط السياسي المعروف؟ ايوه يا مختار، هو ايوه هو يا سيدي. اتصل بيه قول له بكره يكون عندي بعد الظهر في المكتب ضروري، وتاكد عليها مختار. بعد كده اتصل برانيا قول لها تجي لي على البيت بعد الشغل، عايزين نعرف هنتصرف ازاي في موضوع الشيكات ده. مفهوم يا مختار؟ امر سعادتك. حاضر يا باشا، حاضر. الأستاذ برهان الحاوي المحامي الكبير والناشط الحقوقي، عايز أعرف إيه رأي حضرتك في النغمة اللي سايدة اليومين دول اللي بتقول إن مصر بلد غير مؤهل للديمقراطية تماما. لا 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 لا، ده كلام قديم وكلام فارغ، كانوا بيضحكوا بيه على الناس زمان، لكن دلوقتي لا. وبعدين أصل شعبنا، يعني الشعب المصري ده، ما أنت عارفة شعبنا ده طول عمره شعب أصيل له حضارة، انما دلوقتي ناس تقول لك مش عارف ايه وناس تقول لك ليه. لا، الشعب المصري خلاص شاف عرف فاق هيقدر يمارس حريته وهيمارس الديمقراطيه زي كل شعوب العالم، صدقيني. وتفتكر الناس دي هتنجح في كده؟ ناس مين؟ ناس الناس دي مش فاهمه الشعب المصري، يعني يكتبوا ده في الصحف، يكتبوه في الجرايد، يكتبوه على التواصل الاجتماعي والكلام ده، لكن هم ايه، مش شايفين الشعب المصري؟ الشعب المصري خلاص هنقف كلنا صف واحد ضد الفساد وضد اي حاجه الشعب مش عايزها، صدقيني. وانا بصفتي يعني رئيس لهذا المركز الحقوقي هكون في اوائل الصفوف مع الناس كلها، اهلنا، شعبنا،
نسى ان احنا بنحبه. وبالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان وما يثار حولها من شائعات عن تمويل وأجندات، إيه رأي حضرتك؟ مش عارف أرد عليك أقول لك إيه، خصوصاً الكلام ده كله بقى دلوقتي مش عارف يعني. ما أنا قلت قبل كده اللي عنده أي حاجة يقدمها للنائب العام، لكن مش قادر أتكلم عن غيري. أنا مثلاً بالنسبة للمركز ده اللي أنا بتشرف برئاسته، أنا شغلي في المحاماة بيخليني أقدر أصرف على المركز ده، لا تمويل من هنا ولا تمويل من هنا. ملناش اي شغلانه ولا هدف غير ان الشعب المصري ده ينال حريته، يعيش في كرامه، ويقدر يمارس الديمقراطيه كما هو كان عايزها من زمان. انت فاهمه يعني هي دي قضيتنا. تمويل انا مفيش تمويل، انا للاسف يعني مش عايز اقول للاسف، انا قادر على اني اصرف على نشاط المركز هنا. وفي نهايه لقائنا ايه الرساله اللي حابب توجهها للشعب المصري؟ هقول للشعب المصري لأهلنا لناسنا اللي احنا كلنا بنحبهم، خلاص لا تراجع ولا استسلام، العجلة لن تعود إلى الخلف، لن تعود إلى الخلف، القطار غادر المحطة إلى المستقبل الغد، مفيش نظرة للخلف تاني، خلاص هتقدر تمارس حريتك وتمارس ديمقراطيتك بكل حرية، ما تخافوش حقيقي ما تخافوش.